ازاي اضبط الجيتار من غير تيونر. اهلا بيكم في حلقة بسيطة جدا من حلقات الجيتار. النهاردة هنتكلم عن حاجة تهم ناس كتير جدا وتهم المبتدئين بصفة خاصة، ازاي اضبط الجيتار بتاعي من غير ما يكون معايا تيونر. ساعات كتير ببقى موجود بره قدامي جيتار، او رحت حتة بالجيتار ونسيت التيونر في البيت، فازاي اضبط الجيتار بتاعي من غير تيونر. طبعا اجهزة التيونر موجودة كتير دلوقتي، حتى موجودة على تطبيقات التليفون، ممكن تحمل اي تطبيق تليفون بتاع تيونر. بس ساعات بقى التطبيقات دي ما بتنفعش. ليه؟ لان التطبيقات دي بتلقط صوت الجيتار من الميكروفون بتاع التليفون اللي انت بتتكلم فيه ده، فده مبقاش دقيق شوية. كمان لو في حواليك ضوضاء كتير، لو انت موجود في مكان زحمة والصعب جدا التليفون يلقط صوت الجيتار، لازم تقعد تقرب بقى منه قوي اجامد قوي، ومش هيطلع بالدقة اللي انت عاوزها دي، يعني لغفانة يعني. فاحنا دلوقتي لازم نتعلم طريقة جديدة لضبط الجيتار، وفي نفس الوقت كمان هتكون مفيدة لينا عشان تدريب للودن. يلا بينا. معايا جيتاري الأكوستيك المحبوب، انا معرفش هو مظبوط ولا لا، بس احنا دلوقتي هنختبر الضبط بتاعه ونشوف هيمشي ازاي. طب انا اختبر الضبط بتاعه ازاي؟ اولا لازم يكون عندنا ريفرنس. يعني ريفرنس يعني النوتة نبدأ بيها عشان نضبط الجيتار بتاعنا. النوتة ديت لازم تكون دقيقة يعني سليمة عشان نظبط عليها، وبعدين نظبط بقية الأوتار على الوتر اللي احنا ظبطناه ده. لو انا جبت التليفون بتاعي وحملت اي تطبيق بيانو، ودورت على النوتة بتاعت دو الوسطى، دو الوسطى اللي موجودة معانا واحنا شايفينها على المدرج، موجودة اسفل المدرج الموسيقي وفيها شرطة، عبارة عن نوتة وفيها شرطة. دو الوسطى ديت اللي موجودة في وسط البيانو بالظبط، راجع حلقاتنا بتاعت النوتة الموسيقية وازاي تعرف النوتات على اول 3 فريت في الجيتار لما حفظناهم وشفناهم على المدرج الموسيقي، هتلاقي الدو الوسطى بتاعتي اللي هي في وسط البيانو، اللي موجودة عندي في وسط البيانو، موجودة عندي على الفريت التالت في الوتر الخامس في الجيتار. فدي المفروض تبقى دي الدو الوسطى، بقية الجيتار طبعا بقية النوت هتبقى اعلى منها، لان الجيتار عندنا آلة حادة بتستعمل مفتاح السول، البيانو آلة غليظة بتستعمل مفتاح السول، وبتستعمل مفتاح الفا كمان للايد الشمال اللي هو النوتة بتاعت الدو ديت بقى. وانت راجع على النوت الغليظة، احنا ما عندناش قبلها غير دو سي لا سول فا مي. اغلظ نوتة عندي في ضبطتي ديت على الجيتار هي نوتة المي الغليظة دي اللي موجودة تحت خالص عندنا، راجع الحلقة هتلاقيها في نوتات الوتر السادس. طيب نعمل احنا ايه بقى بالنوتة بتاعت الدو الوسطى دي يا عم احمد؟ هنعزف دو الوسطى من اي بيانو، هتحمل اي تطبيقات بالهبل يعمل لك بيانو صغير كده على الموبايل بتاعك او اي حاجة، او شوف اي آلة موسيقية فيها كيبورد، لو جنبك عازف اورج مثلا او عازف بيانو، اعزف دو الوسطى ديت اللي موجود عنده في وسط البيانو بالظبط، واساله هي دي دو الوسطى، لان ساعات ممكن بيغير الاكتافات بتاعته، قول له هي دي دو الوسطى، واعزف دو الوسطى. هتقدر تعزف بعد كده النوته دي معاها وتعرف دي النوته دي حاده ولا لا. يلا نعمل كده على البيانو اللي ورايا اهوت. دي دو الوسطى بتاعتي. اعتقد الدو دي بقت مظبوطه كده خالص، فده معناه ان الوتر الخامس عندي بقى مظبوط. عندي بقى الخانه السحريه على الجيتار، عندي هي الخانه الخامسه. الخانه الخامسه دي الخانه السحريه اللي هظبط عليها كل النوتات الجيتار. لو جيت حطيت صباعي على الوتر السادس في الخانه الخامسه دي اسمها لا، تيجي معايا الوتر الخامس فاضي. الوتر محتاج يتشد شوية، بيعمل ده دو، ده مينز عايزة تتظبط سنة. لما تبقى دو دا دو دا، ده معناه ان هو عايز يغلص شوية.
لغاية ما تقدرش تحدد بالظبط الفرق بينهم. لما تبقاش عارف انت بتعزف اي وتر فيهم، ده معناه الاثنين بالظبط واحد. فالخانة الخامسة على الوتر السادس، الوتر اللا فاضي او الاي فاضي، فبقى عندي اثنين مظبوطين دلوقتي. طيب لو حطيت على الخانة الخامسة برضو على الوتر الخامس، اقدر اظبط الوتر الرابع عليها. ده شكله مظبوط لاني مش قادر اميز بينهم. تمام، لو حطيت صباعي في الخانة الخامسة على الوتر الرابع، اظبط معاه الوتر التالت الجي او السول. تمام كده. طيب احط بقى برضو صباعي في الخانة الخامسة بتاعت السول بتاعتي ديت عشان اظبط السي اللي هي الوتر التاني. لا ما تنفعش دي بقى. وتر التالت اللي هو الجي ده ما بحطوش على الخمسة، بحطه على الخانة الرابعة. فانا اللي عندي هتبقى السي، نغمة السي. ده الوتر الوحيد اللي بظبطه من الخانة الرابعة. كل الاوتار من الخمسة ما عدا الوتر التالت هيبقى من الرابعة بس. تمام كده، برجع تاني على الخانة الخامسة على الوتر التاني اللي هو البي او السي، واظبط عليه الاي اللي هو اول وتر. واتأكد بعد كده الوتر الاولاني الاي نفس الروح بتاع الوتر السادس، واحد اغلظ من التاني، واحد اغلظ من التاني اوكتافين. نعزف بقى كورد كده، نختبر سلم. دي اول حاجة عايز اتكلم عليها النهاردة. طيب عمر الاوتار قد ايه؟ يعني اوتار الجيتار دي اغيرها كل قد ايه؟ والله على حسب استعمالك. لو انت بتتمرن كل يوم 3-4 ساعات طبعا، لو بتعزف بس في بيتك يعني غيرها كل 3 شهور ل6 شهور، كل 3 شهور ل6 شهور. لما يبقى عندك حفلة طبعا غير الاوتار قبلها لو انت بقالك فترة طويلة ما غيرتهاش. لو انت ما بتتمرنش يعني كتير على الجيتار ده، في ناس عندها انواع كتير من الجيتارات، ما بيلعبش مثلا بالجيتار الاكوستيك ده كل يوم، يعني بيلعب كل مثلا يومين ثلاثة بتاعه كده، من 6 شهور لسنة بتهيألي كده الجيتار ممكن اوتاره تستحمل معاك. لو عندك برضو حفلة ومحتاج الجيتار يبقى مظبوط، غير الاوتار قبل الحفلة على طول، عشان ديت هتبقى مهمة جدا عشان يطلع الاصوات بتاعتك مظبوطة. الناس بقى اللي هي هتخلي الجيتار سنة، الاوتار بتاعته سنة لانه مش بيتمرن كتير على نوع الجيتار ده، او مش قادر يشتري اوتار جيتار كل بقى 3-4-6 شهور يغير الاوتار، في طريقة انا كنت بعملها لما كنت بشتغل ديلي، بعزف موسيقى ديلي 3-4 ساعات. يعني كنت بعزف في باند وكنا بنعزف في مكان ما، الباند دوت كان الباند بتاع المكان، بنعزف ساعتين في اليوم مثلا او حاجة، ساعتين يوم بنعزف فعلا قدام ناس، وفي ساعة مثلا بنعمل بروفات او ساعة ونص بنعمل بروفات قبلها مثلا او بعدها لو احنا عاوزين. فبعزف كمية من الوقت، وساعات اتمرن في البيت كمان، فده كنت بتعزف كتير. فطبعا كنت بغير الاوتار كل 6 شهور، بس كانت يعني بعد 3 شهور تبتدي الاوتار تتعب مني. في طريقة كنت بتبعها لما اجي اظبط. انا لو ظبطت الاوتار على الاوتار الفاضية، لما جيت على التيونر مثلا وقعدت ايه اظبط، بظبط الاوتار على الاوتار الفاضيه. لو ظبطت الاوتار بتاعتي على الوتر الفاضيه هتبقى على الفريت الاول قبل الفريت الاولانيه، هيبقى كاني بالظبط هنا. كل ما انا همشي شويه في الوسط هيبقى في فرق شويه في النوت. لو وصلت بقى للاواخر هنا هيبقى في فرق كبير في النوت، لان الشد بتاع الوتر اختلف. دلوقتي الوتر بقى قديم، الشد بتاعه اختلف، ممكن ما يطلعش معايا دقيق في الفريت اللي عندي عند نمرة 12 مثلا. لو انا بلعب جيتار الكتريك ده عادي جدا تبقى موجود في الفريت ده كتير، وممكن تعمل سلالم، ممكن تعمل سولوهات في الحته ديت، وممكن تعمل حتى كوردات ساعات قريب مثلا من خانه 10 و9 و8. ف
فانت ممكن تشتغل على المنطقة دي من مسطرة الجيتار كتير، فانت محتاجة تبقى دقيقة ومظبوطة. كنت دايما لما اظبط الاوتار بتاعتي على تيونر اظبطها من هنا، فدي هتبقى لا، دي هتبقى ري، ودي هتبقى سول، وهتبقى بي، وهتبقى اي من هنا، واخد بالك؟ والوتر الاي طبعا الفاضي دوت هظبطه من هنا يبقى ايه برضو، بس يبقى ايه عالية شوية. الظبط من الوسط من هنا واخد بالك، وكمان تظبط من هنا لو انت عايز، لو انت بتعزف من هنا كتير حاول تظبط من هنا، بس الوسط ده هيجيب لي كومبرومايز شويه ما بين الغليظ قوي ما بين الحد قوي. انا هنا ظبطت الجيتار من نصه هيبقى مظبوط النوت دقيقه، اما ارجع شويه لورا هتخف شويه، اما اجي شويه لقدام هتخف شويه، ولكن مش هتبقى ملحوظه للودن قوي كده. فيبقى عندي في المجمل الجيتار ممكن يقعد معايا كمان 3 4 اشهر بالظبط بتاعي بتاع الاوتار دوت، ويديني تون مظبوط مفيش مشاكل. يعني ما حدش يقدر يلحظه بودنه ان الاوتار ابتدت تقدم. خلي بالك موضوع التيونرات ده جديد، يعني كان زمان اللي بيحصل الجيتاريست بتلاقي يجيبه سفارة فيها 6 نوت، يروح عامل توت ويعزف الوتر معاه، توت ويعزف الوتر معاه، واخد بالك؟ او بيظبط على الكيبورد اللي جنبه البيانو، اديني يا عم مي، اديني. ساعات بنعمل كده احنا كمان كميوزيشنز واحنا موجودين على الستيج ومعناش التيونر او مش افيلابل لينا او البطاريه خلصت او حاجه، على طول بخلي الراجل بتاع الكيبورد يديني النوته. لو تاخد بالك دايما في الحفلات بتاعت الاوركسترا السيمفوني قبل ما يبتدي الاوركسترا يعزف، بعد ما يجيبوا الكمانجات داخلين كلهم بقى بالكمانجات بتاعتهم والتشيلوهات بتاعتهم، لا التشيلوهات بتبقى تقيله فبيسيبوها على الكراسي، يعني اللي بيبقى معاه كمانجه في ايده بيجي بالكمانجه بتاعته في ايده، فبيجيب الكمانجات بتاعتهم يقعد، وفجاه تلاقي المايسترو راح مديهم اشاره معينه كده، يروح كله تلاقي حاجه عامله كله عمال يظبط، بيديهم نوته واحده بس. النوته واحده دي بتبقى من كمانجه من الكمانجات الماستر اللي هي مظبوطه صح، كل الناس بتظبط عليها. وبعد كده كل واحد بقى يظبط على النوته الواحده ديت بقيه الاله بتاعته، بقيه الاربع اوتار بتوع الكمانجه بتوعه بيكون ظابطهم هو على النوته اللي طلعت مع المجموع كله، عشان كل الناس تبقى مفيش حد فارق عن التاني، يطلعوا كلهم نفس النوته، بس كل ده بيتظبط بالودن. فانت لازم تعود نفسك من وقت للتاني تعرف العلاقه ما بين الاوتار وبعضها وتقدر تظبط الجيتار بودنك. في طبعا ناس بتبقى متقدمين جدا عندهم حاجة اسمها perfect pitch. perfect pitch يعني ايه؟ يعني النوتة المثالية او perfect. الراجل بيسمع النوتة بودنه يقدر يعرف دي دو دي مي ومن اي اكتاف كمان. فدي بتيجي بالتدريب، في تدريب كورسات تدريب طبعا عشان توصلنا للperfect pitch ديت. بس اللي احنا بنعمله دلوقتي بمقارنة الاوتار ببعطيها دي حاجة اسمها relative pitch. relative pitch يعني نعرف واحد بس الاول ونبتدي نقارنه بالباقيين، يعني نبتدي نقارن الباقيين ونقسمه على اساس التقسيم ده بيسموه ريلاتيف بيتش، ودي خطوه من الخطوات اللي احنا بنوصل بيها للبيرفكت بيتش. فحاول دايما تظبط الجيتار بودنك وتعود تظبط الجيتار بودنك زي ما الناس كانت بتعمل قبل كده زمان، وكان بيبقى تدريب لموضوع الودن. اتمنى يكون الموضوع ده واضح والناس المبتدئين ما يحسوش بالهلع اول ما ياخدوا الجيتار ويلاقوا صوته مش حلو. في ناس كتيره كانت بتبعت لي في الفيديوهات بتاعتها بتاعه الاشتراك في مشاركه الاصدقاء الاوتار ساعات بتبقى محتاجه تيونينج، فانت حاول انك انت تبقى دقيق جدا في ضبط الجيتار بتاعك علشان يطلع الناتج النهائي بتاعك كويس. واشوفكم الحلقه الجايه.